قدام المركب الثقافي نيابوليس بنابل باش نعملوا طلع على العرض نتاع شبابك الجنه. قاعدين نشوفوا في الناس ورايا توا دوبا خرجوا من العرض الاولاني وباش يدخلوا للعرض الثاني. دونك احنا قاعده سانكرونيزي باش نعملوا طلع اليوم على الناس شنو رايا في شبابك الجنه اللي ما تفرجتش فيه في جي سي سي. أول مرة تفرج فيلم؟ أول مرة. شنو توقعت شكون هكا ولا؟ نورمال ما خاطر تيكيات واقفين عندهم جماعة. توقعت شكون هكا اللي في بالي بالموضوع. وش بك حاجمة؟ حاجمة أول مرة باللحظة. كيف تتفرج في فيلم رجعني من بعد؟ قالوا فيلم باهي. ما عرفتش شنو تكتشفوا. ديك مكبوسة. مكبوسة؟ فماش وكسيش. معايا المدام ونسيبتي وبرشا عارف. نسيبتك زادة؟ بيان سور. شو بك الجنة؟ شنو وش بك الجنة؟ شوف الجنة معاه ذري. ربي معاه. شبابك الجنة ديجا واخو سكسي بتبيعته في تونس دونك حتى هنا بوركوا با اكترا فيهم كومبلي دو بروجيكسيون و سافي شو او كور كوا سافي شو او كور. اي مشينا للثقافة هاك تشوف معناتها العباد ما تعرفش للسينما حاب تفرج في شبابك الجنة فما شوية فوضى اللي اختار الفكرة انه العباد تدور غالطة معناتها. بالمون نجم نقولوا عرض ناجح بنسبة 90% سوء تنظيم صغير فك الدخول والخروج. أما الأمور اللي قبل التنظيم مشكلتي في الأمور اللي قبل ما تصير البروجيكسيون هذيك صعيبة ياسر كانت من إدارة حتى المركب حتى في الريترو بروجيكتور وأبسط حاجة يعني اللي احنا باش نعملوا بها البروجيكسيون أول مرة قالوا مكسر ثاني مرة قال لي والله ما نعرف نتاع شكون سينما بالنسبة لي نحن في الوطن قبلي مش كان في نابل موش موجود تشوف أبسط حاجة يعني فيلم باش نعرضوه اللي هي حاجة سهلة وحالة مركب ثقافي تشوفه معناه المركب كبير ويجم يهزه ونجمه نعمله كل يوم عارف نلقاو صعوبات كبيرة إن شاء الله إن شاء الله المرة ذي تعدت أنا بصعوبات إن شاء الله المرة الجاية ما نلقاوش حتى صعوبات وإن شاء الله صوتنا يوصل وكذا. والله حاجة حلوة برشا وتفاصل أنا هك شفت وحتى في البرد وكل جينا على خاطر أنا نحب نشجع الجمعيات يلموا فلوس جستمون باش يعطيوهم يعاونوا بهم العباد بالثقافة معناها يضربوا عصف ودين بحاجة اللي أنا نسميها. والله يظل الجو سخون نسمع في الحس هنا والباركينج ذاك شفت باركينج تفجعت ما خدتش فيه لحد الكهرباء دونك ظهر فيه جو سخون برشا. نحب نقولكم صحة لبرشا دونك كيما قاعدين تشوفوا الناس الكل هذول السلام مليح ذا العرض الثاني باش نفرجوا فيه نتابعوا بعد ان شاء الله ردود الافعال معاكم فوت غفال طول العمر ان شاء الله ربي يهنيكم ان شاء الله تلقى راجل. نجم نقول عليه حاجه باهيه برشا فهمتني وان شاء الله بون كونتينياسيون بالنسبه لجمعيه المنسي فكره باهيه نشجعوا الصغار باش يخدموا باش حاجه باهيه يعطيهم الصحه وان شاء الله الجمعيه تكون تنجز على منوالهم يقص الفيلم ويعاود طارنا الكيف شويه اما سافا هذا اعمال خيريه باهيه ما عندي حتى فكره تحكي علي انت اليوم جيت باش تفرج فيلم هكا اي فيلم هكا مش عارف علاش تدفع 8000 باش نتفرج في فيلم هكاو تعرف اسمها اللي فشعون وقت في الجندوبة؟ مبيليش والله سي بيان تو بسمعت من عندك والله حاجة باهية وإن شاء الله ديما نلقاها حكاية كيما كاين بادرة طيبة وإن شاء الله تكثر الحكاية هذوما في مجتمعنا وإن شاء الله لي زاسوسيسيون لي زاك خاصة لي زاك هذوما اللي تعاون العباد خاطر في ظروف اللي هي تسمح لي تصير الحكاية هذوما اليوم عرس شبابك الجنة كان الإكسبيريونس الثالثة لينا بعد دوز إكسبيريونس في عم ناول وتاع عم ناول والحمد لله نعتبروه نجاح كبير مالغري كلكو فما شويه نقائص في التنظيم من حاجه برك نحب نقولها صرت برشا حاجات عرقلتنا وخلتنا ندخل في تسرع اللي صارت اون كوبور على السين الكل دونك ما تنجمش تكون سامبل اكسيدون ومش نثبتو مش نشوفو مش نمشيو جوسكو بو مش نعرفو
شكون الطرف اللي دخل باش يصير الشيء هذا. اول حاجه اللي نحب نقولها للجمعيه نتاعنا هي جمعيه خيريه، الهدف نتاعها هي نشر ثقافه السوليداريتي عند الشعب التونسي الكل، بلاد الكل نحاول نوفر لهم اللوازم نتاعهم الكل في المناطق المهمشه من بلاد تونسيه خاصه منطقه الشمال الغربي. لي دو ايفينمون هذوما راهو ما عندكمش فكره قداش يلزمهم تحضير، تحب لهم اقل شيء كتبوا كل قافله. نحب نقول للجمعيه تقعد افي، اما الكريسي راهي تتبدل، دونك غدوا مش تبدلوا الكريسي، مش تحل صفحه جديده، واحنا مش نكملوا ومش نتعاملوا كيما كل مره، ونوا جوسكو بو باش نوصلوا الاهداف نتاعنا.